شهد ملف المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفره كبيره خلال السنوات الماضيه وذلك في اطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكوميه المعنيه هذا وتستمر الجهود التي تبذلها الدوله المصريه لاعاده ابنائها العالقين في الخارج والراغبين في العوده الى وطنهم مره اخرى في اوقات الازمات تستمر الجهود التي تبذلها الدوله المصريه لاعاده ابنائها العالقين في الخارج والراغبين في العوده الى وطنهم مره اخرى وذلك في اطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكوميه المعنيه فمنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في ديسمبر عام 2019، وبناء على تكليفات القيادة السياسية بسرعة عودة جميع العالقين الراغبين في العودة لوطنهم، عملت الدولة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ على المصريين العالقين في مختلف الدول. وقامت وزاره الطيران المدني بتخصيص رحلات استثنائيه من اجل اعاده المواطنين العالقين مع الحرص في الوقت نفسه على توفير كافه سبل الاعاشه والرعايه الصحيه لهم طوال فتره العزل الصحي عند عودتهم الى وطنهم ومع اندلاع الازمه الليبيه نجحت جهود اجهزه الدوله المصريه بانهاء ازمات المصريين المختطفين والعالقين في ليبيا واسفرت الاتصالات المصريه الليبيه عن عودتهم وتامين وصولهم الى البلاد، واينما وجد النزاع او التوتر في اي من بقاع العالم، تجد الدوله المصريه بادارتها الرشيده الواعيه والمسؤوله خلف كل مواطن مصري، فقد استطاعت اجهزه الدوله بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تستعيد ابناء مصر من جاليتها على ارض كابول، وحملت طائره عسكريه ابناء الجاليه المصريه في افغانستان والعاملين بالسفاره المصريه هناك واعضاء بعثه الازهر الشريف ومنذ اندلاع الازمه الاوكرانيه في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 كان هناك متابعه مستمره على مدار الساعه من خلال سفراء مصر في دول الجوار الاوكراني للمصريين المتواجدين هناك وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي الذي اطمأن على سلامه واوضاع الجاليه المصريه في اوكرانيا واطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا التحرك من الاماكن الخطره وموقف الحالات الانسانيه، وكذلك المصريين العابرين للحدود الى الدول المجاوره، وجهود الحكومه لاعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظره فضلا عن الطلبه العائدين وجهود الحاقهم بالجامعات المصريه. جهود الدوله في رعايه المصريين بالخارج تحمل رساله طمانينه لكل مواطن مصري في الخارج قبل الداخل. رساله تقول لكل ابناء هذا الوطن اطمئن لان وراءك دولة وقيادة سياسية في كل موقف مهما بلغت الصعاب والتحديات